gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland Umar Sanweyne ayaa maanta telefishinka Star uga warramay miisaaniyadda golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta cod aqlabeed ku ansixiyay mudane xildhibaan Umar Sanweyne oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri aniga mesela guddi dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland waxaan doonayaa in idin masaa arkiseen الحمد لله ساكا ميزانية دي قرن كوة انصح دي حول بضان 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 وزارة المالية دي عناقة هي عندي خلايا الدرافية دا ميزانية دي كشو الله هاي بقى اي حقيقة اي كسوة قيب قلين وحقوقو وين اي ميزانية دي حسابينا ملابس كوة قرارنا وحقا هيد حكومتي او عصبيت دور شعصو عرض علي وزارته هذه الدولة دا او لسكوة دا بتبدلي ومدلو ميزانية دي يسبها لسبايلة هاي الوقوانية وحي وردان لسكو صوو وضع دردري ايا كاري حقيقة نلايقة سيدا دستور كوري يو بيشة طبنات إن ميزانية على كنوعين، لكن واحد فرينا إلى سنة قدام بعاي وقت جدي إيمان دونته، حنوي ميزانية ترى يضاد ظروفها صورنا من إنا حاستان أو عواره إنا قصدان ودين إنا قلي أو أرجي حولين الشوكسين. أيه حضرة بقول كيو سجال كلني والحمد لله تانا وحوي الدلال كشقالها وزارة المالية ده هي دتك أنت عشورة بحسن وحلاقي هاي عشورة الله بحنا يا نو ولا وبا هذا يدم كوتا قبل ولا يبقى هذا يدم كوتا أمن جينا بليسكا هذا يتهاي أمن جسكو هذا ضربة هذا يتهاي عيد كينا فرد كفرديا هذا تاي معلمين تا هذا تاي دكتور هذا مد غلبة حوية ميزانية داير بالسوء إيجي ميزانية دا سورة مركا لك كبت وعدي وعشر بهن مركا وحان كل ترينا يا أو شعب وينا غير سوبرات كل ترينا يا إن إنه عشر تسكب بهن لو وقف ولا بقى له قد مسؤول سكدك تو والعشر تلقاه بهن سوبر ما زدي حسين شامع ستار تي في مجال هرجيسا.